السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كنتمنى جميعكم بخير اليوم كيف كتشوفوا راني غنقدم لكم عاود الطريقه ديال دوق. هنا كيف كتلاحظوا راني تنيت الحاشيه ديال التوب يعني ديك السنتيم ديال الحاشيه راني عطفته ماشي بحال الفيديو السابق الفيديو السابق راني درت لكم الطريقه بلا ما نعطف هذيك التنيه ديال الحاشيه نفس الطريقه غير هذه هنا تنيت الحاشيه حتى هي كناخذ هنايا 40 سنتيم كيف كتشوفوا كنعبرها من هذه الجهه ومن هذه الجهه ديال السدر هانتوما كناخد هنايا غير سنتيم لان هنايا غناخد الرنده صغيره ما غنديرهاش كبيره بحال الفيديو السابق كنت درت فيه 4 ديال السنتيم ولكن راه الحاشيه ما كانتش مع... مخيطه فيه هنا خيطت حيط سنتيم ديال الحاشيه وزدت واحد السنتيم هنا غادي ندير القياس ديال شي 14 ما بين 14 12 حتى 16, 16 الغرزه هذا السنتيم هذا غادي يعطيني يعني هذاك كنت درتو لكم فيها 4 ديال السنتيم باش اللي بغى الرنده عريضه هذا اللي بغى الرنده تكون شويه صغيره ما تكونش عريضه بزاف وحتى اللي بغاها تكون ضيقه شويه تكون غير من 10 الغرزات لتحت يعني غيدير واحد السنتيم قل شي شويه باش تجيه على القياس اللي بغى هانتوما كيف كتشوفوا راني كنقاد مزيان المهم راني بينت لكم حتى هادشي في الطريقه السابقه في الفيديو السابق حتى هذا هانتوما هذا المهم انا غير باش بينت لكم كاين اللي تيعطف الثوب عاد كي يبدا نسطوق وكاين اللي كيخليه بلا عطفه يعني ديك وهي ضروري الحاشيه كيخصنا نتنيوها ضروري ديك السنتيم بعدا ديال دي الحاشيه تنديروه في الخياطه من الداخل يعني هذاك ضروري واخا حتى في الخياطه العاديه الخياطه يعني ديال الدزيري وديال البرشمان وديال ديك الشيء ضروري ديك الحاشيه كتحيد انتم هذا كندوزو الخياطه على هذاك البليصات اللي اللي قطعنا بالمقص هانتوما بحال هكذا هانتوما كيف تلاحظوا ها هو هذا هكذايا هانتوما كتلاحظوا الطوق راه ماشي عريض بزاف راه انا قلت لكم غيجي ما بين 12 حتى 16 كاع اقل تق... اكثر تقدير هكذا تيطلع حتى الفوق هانتوما كيف تلاحظوا